السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بخوتي وخواتاتي المهمات والآباء. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يلقاكم في أتم الظروف والسعادة دائمة يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفيديو غير هنايا في الجريدة، غنخليكم تمتعوا بالخضورية وبالحيوانات، ما غاديش ندخلكم إن شاء الله الكوزينة. غادي نشارك معكم يا لالا طرق اللي تقليدية وبسيطة وكيديروها الناس من زمان باش كيبردوا المنازل ديالهم، وفي وقت الحرارة كيف ما كنقولوا وقت الصهد، الصهد ديال بصح. غادي نشارك معكم هالطرق اللي كيف قلت لكم تقليدية وغير مكلفة، غادي تستافدوا منها ان شاء الله. وهالطرق هادو كانوا كيديروهم الناس من قديم، لهذا هادشي علاش بغيتكم انكم تصنتوا اليوم، وغتلقاو ان شي حاجة كتعرفوها يمكن شي حاجة ما كتعرفوهاش. اول حاجة ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم، الله يجازيكم بالخير. وثاني حاجه غادي نبداو بسم الله على بركه الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه بغيت النصيحه اللي غنعطيها لكم في الايام ديال الحراره والصهد هو انكم البنات تفيقوا بكري، ما تبقاوش ناعسين حتى 10 ل 11. علاش؟ لان هذاك الوقت ديال من الصباح بكري حتى 10 ولا 11 كيكون الجو صباح باقي بارد، كما كنقولوا باقا ما طنطنات الشمس. هذاك الوقت هو اللي تقضي فيه الشغال ديالك ديال الدار، لان مع 11 اللور كتبقى الشمس كتحمى وكتسخن، وحنا ملي كيكون الصهد راه بطبيعه الحال كيغلبنا، كنقولوا رانا مطحطحه رانا مدقدقه كتقضي شغلك بزز. لا، هذاك الوقت ديال 11 كوني انت ساليتي شغلك في ديك البروده، ومن بعد غادي تمشي تمددي من بعد ما تغداي ولا ترتاحي ولا ديري اللي بغيتي، كيكون شغلك ساليتي في البروده. ثاني حاجه هو اننا اول ما كنفيقوا حاجه عاديه هو اننا شنو كنديروا، كنحلوا السراجم ديالنا باش كيتجدد الهواء ديال الغرفه، كتخرج ريحه النعاس كما كنقولوا داك الشيء، وكيدخل هواء جديد كيجدد لينا الغرفه. من بعد ما تدوز لالا نص ساعه ولا حتى لساعه رجعي، وبغيتك ديري واحد الحركه باش تحافظي على البروده اللي دخلت لك في هذاك الصباح لمده اطول النهار كامل، هو انك كتسدي السراجم ديالك. واش كنقولوا السرجم ولا الشرجم؟ بغيت كلكم تقولوا لي واش انا بعض المرات كندوخ، مره كنقول السرجم بالسين مره كنقول الشرجم. قولوا لي البنات هو السرجم ولا الشرجم. المهم كنرجعوا وكنسدوا السراجم ديال الدار كاملين. علاش؟ بمعنى اننا ملي كنسدوا السراجم ديال الدار كامله كتبقى الدار بارده، كتخرجي برا كيضربك الشوم كيضربك الصهد داك الشرقي اللي كيصوت، وملي كتدخلي للدار كتلقايها بارده. علاش؟ حيت كنسدوا السراجم. كاين اللي غايقول لك لا انا كنحس السراجم راه الصهد، بالعكس راه كيدخل غير الصهد وكيدخرج الشوم. لا، خصنا نسدوا السراجم ونخليو الغرفات يعني مظلمين. يمتى غادي نرجعوا نحلوهم؟ ملي كتغرب الشمس، يعني ملي كتبدا الشمس كتنزل والحال كيبرد، تما هذيك هي الفتره فين كنرجعوا نحلوا السراجم ديالنا باش يدخل يوم داك الهواء وداك النسيم اللي بارد ديال العشيه، وبالتالي بهذاك الهواء اللي بردت لينا الغرفه كتساعدنا على النوم وكنعسوا بكل اريحيه. واللي باش نعسوا بالاريحيه خاصنا نعسوا بالملابس اللي كتكون فضفاضه. كنعرفوا باننا كنخفوا الحوايج في فصل الصيف، كنعسوا بحوايج خفاف، ولكن من الاحسن من الاحسن انها تكون ديال القطن. القطن البنات كيشرب العرق وما كيخليش، ماشي مثلا تلبسوا داك الساتان وتلبسوا داكشي اللي كيزمت. لا، حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، وهو الناس اللي كيعانيوا المشكل ديال الارق في النوم بسبب الصهد في الليل اشنو يديروا؟ هو انهم كيقبطوا. انا شفتها هذه بعيني يا البنات، مشيت لمراكش، وكتعرفوا مراكش السخونيه اللي كتكون فيه راه تبارك الله كيستحملوها غير الناس ديال مراكش اللي مولفين به، اما اللي مشيتي انت ليه ما تقدريش تصبري. مشيت انا غير ما بين قوسين، مشيت واحد العام لمراكش، اقسم بالله البنات الا لحقت مع 4 ديال الصباح لقيت الناس ناعسين بحال هكا في الجرادي، عندهم جرادي برا، قال كاش ندخلوا للدار، الدار حاميه كتسلق، لقيتهم ناعسين بوليداتهم الرجاله صغار ووليدات صغار مفرشين هكا غير يزار خفيف فوق الربيع وناعسين في الجرادي، الحراره اللي عندهم لا توصف في وقت الصيف. شفتهم كذلك واحد الحيله كيديروها هو انهم الليزار اللي كنتغطاو اللي كيتغطاو به اولا مثلا اللي كيفرشوه اشنو كيديروا؟ كيطويوه يخشيو في الثلاجه اولا كيخليوه حتى كيبرد في الثلاجه، وكتجبديه كاخر يعني حتى كتبغي تمشي تنعسي عاد كتجبديه من الثلاجه كتغطي به، بارد كيعطي الجسم ديالك واحد البروده وبالتالي كيساعدك انك تنعسي. بغيتي يعني ديريه في المجمد كتخشيه في واحد البلاستيكه وكديريه في المجمد واحد 5 ديال الدقائق وكتجبديه كتغطي به. يعني هذه حيله من الحيل الناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال ما كيقدروش ينعسوا في الصهد. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم البنات، هو احسن بلاصه تفرشوا فيها في ايامات الحراره هو انكم تبعدوا من المضارب ومن الناموسيات، نزلوا الارض وفرشوا اللي كيستحمل انه ينعس في الارض يفرش في الارض. علاش؟ لان الغرفه البنات ملي كتكون بحال دابا الغرفه راه المستوى في الارض كيكون بارد مقارنه على الفوق،
كنتمنى تكونوا فهمتوا قصدي، يعني من في الارض كتكون اكثر بروده. علاش دابا الانسان في الصيف كيقول لك فرشي ديال طيحه في الارض؟ انا شخصيا تيعجبني نعس في الارض في الصيف، كتكون بارده قد ما كتطلعي في الغرفه قد ما هذيك البروده كتنقص. جربي دابا ديري شي سلوم ولا شي كرسي وطلعي قربي للسقف، كتلقاي راسك كتصهدي كتعرقي وانت قريبه للسقف، بعكس انك ملي كتنزلي في المستوى ديال الغرفه في الارض كتكون اكثر بروده. هادشي علاش دابا في الصيف الانسان كيقول لك لا ما بقيتش كنعس في مضربه غادي في ناموسيه، غادي نعس في الارض. كذلك بالنسبه لوليداتكم اللي عندهم دوك الناموسيات اللي كتكون وحده فوق وحده، دوك الوليدات اللي كينعسوا الفوق في الناموسيه يعني في العاليه اللي الفوق كاع، من الاحسن هبطي وليدك من تما، لان كيكون الصهد كيكون قريب للبلافون ديال الغرفه للسقف وكيكون اكثر سخونيه. هبطيه مسكين فرشي ليه في الارض. الا كانت عندك هكا الغرفه كتسخن بالنهار وكضرب فيها الشمس وعندك الشقه ولا الدار ديالك ولا هذا كتسخن بزاف، يعني هذه ما بين قوسين لوليداتكم. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم البنات، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المكيف بحالي انا ما عنديش المكيف، وكتعرفوا بان العربيه كتكون عندنا حنا راه السخونيه اكثر من اللي كتكون في المدينه. علاش؟ لان المدينه كتعرفوا دار حدا دار حدا دار، يعني وحده كتبرد اختها. في العربيه لا، كتكون عندنا يعني كما كنقولوا المحطه، كل محطه كتكون بنيه فيها دار، الدار كتكون عندها اربعه ديال الفرصادات، من ما دارت الشمس على طول النهار كتسخن الدار. المهم الطريقه اللي كنديروا حنايا في الباديه هنايا عده طرق غادي نتقاسمها معكم، اللي قلت لكم انا باش قلت لكم غنشارك معكم طرق اللي تقليديه وغير مكلفه. اللي عنده المكيف راه بصحته وراحته، لانه راه غالي باهي الثمن، ماشي كلشي في استطاعته انه يشريه. اشنو كندير؟ غنخلي لكم الصوره كذلك هنا باش توصلوا بالفكره. كنقبض ديك الفرفاره الصغيره اللي عندي، كنبعدها عليا لانها كاين اللي ما كيستحملهاش واخا عنده كتمرضو، وكاين اللي كيبغيها. المهم كتبردوها بعيده، يعني كتخليوهاش مواجهه معكم باش ما تمرضكمش، كتحطوها في واحد الكوطي وكتشدوا قرعه ديال الثلج، قرعه عاديه ديال الماء خاويه، كتعمروها بالماء وكديروا فيها شويه ديال الملحه وكديروا فيها الماء وكتمخضوها هكا وديروها في المجمد، تتخليوها حتى كتجمد ديك القرعه كتولي حجره، وكتهزوها وكتحطوها مباشره. نخلي لكم الصوره باش تشوفوا باش توصل لكم الفكره. كتحطوها مباشره قبل قدام الفرفاره وكتخليوها كدور وكتبعدوا منها نتوما شويه، راه كتساعدكم انها كتبرد لكم الغرفه. علاش؟ لان الفرفاره كتهز داك الهواء وكتضرب في دوك القراعي، وبالتالي هذاك الريح اللي كيخرج من القراعي كيضرب بارد، يعني كتضرب هي في القرعه بارده والقرعه كتخرج من بعد بفعل داك الثلج كتخرج الهواء اللي كيكون النسيم ديالو بارد. غنمشيو طريقه اخرى، هو انك كتشدي واحد الفوطه كبيره اللي كتكون كتفزقيها، ماشي لدرجه انها كتقطر، المهم كتفزقيها وكتعصريها وكتجي للشرجم ديالك ولا السرجم. انا باقي كنتسنى الاجابه ديالكم، قولوا لي كلكم في التعاليق واش كنقولوا السرجم ولا الشرجم. المهم كتعلقيها تما وكتخليها ملي كتحلي في العشيه السرجم ديالك وكتخلي داك الهواء اللي كيبرد في العشيه يدخل، كيضرب نفس القضيه ديال الفرفاره، كيضرب في ديك الفوطه وبالتالي من الفوطه للغرفه عندك كيخرج لك داك الهواء اللي كيكون بارد. هادو هما الطرق اللي كانوا كيديروا بكري باش كيبردوا الديور ديالهم. حاجه اخرى، كنا حنا في الصيف كنقولوا الصهد، هذا كنجمعوا الزرابي كنجمعوا الصالات كنجمعوا السدادر كلهم كنجمعوا السداري على السداري وكنحطوهم في القنت. هذه هي تبارك الله العاده الشعبيه اللي كاع الناس كيديروها، كيقول لك غير الصهد هذا. وبالتالي الا جمعتي الفراش وجمعتي الزرابي طويتيهم وحيدتيهم، الدار سبحان الله الدار ولا ديك الغرفه ولا الصاله كتبرد، سبحان الله كتبرد. وكنا كنرومو لواحد القنت وكنفرشوا اما حصيره اما شي حاجه بارده وتما كنجلسوا، تما كنفضلوا اننا نباتوا فيها كاع وماشي مشكل. وطريقة أخرى هو أنك دائما كتبردي الدار، كتضربيها بواحد السيقة، الدار إلا تسيقات كتبرد البنات، الأرض هي اللي كبيتي عليها الماء كتبرد، هادي حاجة عادية، شتي الدار سخنت نوضي سيقيها غادي تبرد. وغادي نرجع للنقطة، الناس اللي كيعانيو يعني عندهم مشكل الأرق ومشكل أنه ما كيقدروش ينعسوا في الحرارة وخا كيديروا هاد الشيء، ينوضوا يدوشوا قبل النوم بواحد الماء اللي كيكون فاتر، يعني دافي ميل البرودة ماشي سخون، ويبردوا ينزلوا الحرارة ديال الجسم ديالهم يبردوا شي شوية، بهكدا راه غادي يقدروا يساعدوا هم بزاف انهم كينعسوا بكل اريحيه. والنصيحه اللي غادي نوصيكم هو انكم شربوا الماء في ايام ديال الصهد والشوم والحراره، كثروا من شرب الماء واعطيو لوليداتكم كذلك يشربوا، واخا ما يقولش لك عطيني يا ماما نشرب عطيه يشرب، لان كنفقدوا بداك العرق كنفقدوا النسبه ديال السوائل في الجسم ديالنا، وهذا هو اللي كينعكس على البشره ديالنا، كتولي شاحبه كتولي ناشفه. هذا الشيء علاش نعوضوا هذاك العرق اللي كيخرج منا بالماء، شربوا الماء بزاف.
وحاجة أخرى كذلك هو أنه الناس اللي كيضطروا أنهم يخرجوا في الحرارة مثلا بحكم العمل ولا شي صخرة مهمة ولا شي حاجة، لبسوا الألوان اللي كتكون فاتحة، ما تلبسوش الألوان اللي كتكون مغلوقة وتكون واسعة يعني في الضفادة ماشي لاصقة على الجسم، بهكذا كتسمحوا للهواء أنه كيدخل في الجسم ديالكم، والألوان الباردة كترجع البنات كتعكس الأشعة ديال الشمس. شوفوا دابا جربوا لا لبستوا شي حاجة كحلة، الكحل كيجبد الاشعه ديال الشمس كتحرقكم هذيك اللبسه اللي نتوما لابسينها، بعكس الابيض الا ضربت فيك الشمس كيعكس كيرجع الاشعه ديال هذيك كيرجع الشمس يعني ما كتحرقكمش. وكاخر حاجه غادي نختم بها وهو انكم تربحوا الاجر من عند الله، وهو انه في وقت الحراره وقت الصيف ما فيها باس نديروا واحد الطويصه في السرجم ديالنا، في البالكو، في السطح، في حدا باب الدار، في اي بلاصه. العصافير البنات اللي راه في وقت الصهدره كي بعض المرات ما كيلقاوش منين كيشربوا، ما كيلقاوش نهائيا، كيبقاو مساكن يدوروا في ديك الحراره كيقلبوا على الماء، غادي تربحي اجر كثير مع الله وصدقه انك كتحسبيها صدقه. حطي لهم ديك الطويصه فيها الماء وفين ما تخوى عمريها لهم، الا شربوا منها راه عندك اجر كثير مع الله. كنتمنى يا ربي ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى يا ربي هاد اللي تقاسمت معكم هاد الافكار بسيطه ومعظمكم عارفها، انا شاركتها معكم هكا بالنسبه لهاد الجيل البنيتات اللي عاد طالعين ما عارفينهاش يديروا بها. وكنتمنى يا ربي انكم ما تنساوش بنتكم واختكم واللايكاتكم اللي كتبغيكم كتحماق عليكم وكتسطع عليكم وكتمنى لكم كل ما هي حاجه زوينه. غنبارك لكم عواشر ونقول لكم عواشركم مباركه وعيد اضحى سعيد. كنشكر اي اخت واي ميمه واي واحد بقى معايا هنايا حتى الاخر كيسمع كلامي، كنقول ليه شكرا وكنشكركم كاملين. الله يخطيكم عليا الى فيديو قادم، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى اقتراحات اخرى، ومع الف سلامه.